السلام عليكم ورحمة الله. يا أمة العظماء، يا أمة العظماء، لا تجزعي، بعد الظلام سيشرق الإصباح وتعود شامي والعراق لأهلها، وتهل في سوداننا الأفراح. بكل المحبة نلتقيكم أحبانا الأكارم حيثما كنتم على امتداد رقعة عالمنا العربي والإسلامي. لكم من تركيا كل المحبة، وجولة جديدة في عالم العطاء المعرفي عبر برنامجكم اليومي الألوان السبعة، نستهلها بعد الفاصل، فحيهلا بكم معنا. تركيا والشرق الأوسط، البعد التاريخي الذي بدأ يتجدد في عروق الفعاليات اليومية في مسار الثقافة في تركيا، وندوات ومؤتمرات وفعاليات تبادلية غاية في النضج والتميز. مؤتمر الأعمال الدولي الثالث بدأ، وببداية هذا المشروع يفتتح عهد تفاعلي جديد في عالم الأعمال. بعد قليل. تتقدم عجلة التكنولوجيا ويغزون الاختراع تلو الاختراع، وفي خضم هذه التحديات تتلاشى الهوية الذاتية للإنسان رويدا رويدا. الثقافة والتكنولوجيا، علاقة الافتراق والالتقاء، وضرورة الحفاظ على المنظومة القيمية والثقافية في العالم المعاصر. نظرة ورؤية وقراءة، بعد قليل في الألوان السبعة. ما بين نشأته وما بين ظروف العطاء المتجددة فيه، مؤتمر ومنتدى وحوارات وفعاليات وأسماء متجددة وجوانب من الإبداع لا تعرف حدا. كل هذه الفعاليات والأسماء تندرج تحت مؤتمر رجال الأعمال الدولي. منتدى وملتقى ومؤتمر، سموه كما شئتم، ولكن احتكاك رؤوس الأموال ببعضهم البعض، وأيضا تبادل الخبرات وتبادل المعارف، واستنشاق العبير الموحد لفعاليات الاقتصاد العالمي، كلها سمة بارزة ومعالم فارقة في مسار هذا المعلم الاقتصادي الجمعي الموحد. يسعدنا أن نتحدث في هذا الجانب مع نائب رئيس منتدى رجال الأعمال الدولي الأستاذ غزوان المصري. أهلا وسهلا بك معنا في الألوان السبعة. أهلا وسهلا ومرحبا. سنبدأ معكم أستاذ غزوان، ولكن بعد أن نطلع مشاهدينا الأكارم بالطبع على طبيعة هذا المهرجان الاقتصادي وطبيعته وفعالياته. مؤتمر منتدى الأعمال الدولي IBF هو منصة دولية تنظم سنويا بشكل دوري برعاية رئيس وزراء الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، وباشتراك رجال الأعمال المحليين والأجانب. نظم أول مؤتمر لمنتدى الأعمال الدولي IBF في لاهور بباكستان بأيلول سبتمبر عام 1995 من قبل منتدى باكستان للأعمال، وأما الثاني فنظم من قبل موسياد ما بين 22 و22 من كانون الثاني نوفمبر عام 1996 في اسطنبول، واشترك فيه 441 مندوبا من 35 بلدا و2500 مشارك من بلدنا. وبعد هذا التنسيق الناجح، تم نقل المقر الرئاسي لمنتدى الأعمال الدولي IBF من لاهور إلى اسطنبول بقرار المجلس الإداري لـ IBF. تم تنظيم مؤتمر منتدى الأعمال الدولي انطلاقاً من مبدأ تأسيس شبكة أعمال عالمية بين رجال الأعمال المسلمين، ويهدف لإحياء التجارة المشتركة والعلاقات الاستثمارية من قبل جميع رجال الأعمال المسلمين عبر العالم. يقام منتدى الأعمال الدولي IBF الذي سينظم هذا العام للمرة 16 في تركيا سنة وفي بلد عضو آخر سنة، واشترك في منتدى الأعمال الدولي IBF العاشر الذي أقيم عام 2010 36 وزيرا أجنبيا من 22 بلدا و3400 ورجل أعمال أجنبي من 71 بلدا. موضوع مؤتمر منتدى الأعمال الدولي 16 في هذا العام هو زمن التقدم في الاقتصاد والسياسة بالعالم الإسلامي، وسيقام برعايتي رئيس الجمهورية التركية السيد عبد الله جل ورئيس وزراء الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان،
وباشتراك وزير الاقتصاد السيد ظفر تشالايان بالتاريخ 11 إلى 14 من كانون الأول عام أكتوبر 2012 بالتزامن مع معرض موسياد الدولي في مركز إسطنبول للمعارض CNR Expo. ونجدد الترحيب هنا بنائب رئيس منتدى رجال الأعمال الدولي وممثل رئيس جمعية رجال الأعمال والمصنعين الأتراك المستقلين الموسياد الأستاذ غزوان المصري. أهلا وسهلا بك مجددا، همة جديدة وعام جديد ومنتدى جديد أستاذ غزوان، دعنا نبدأ من هنا. يعني المؤتمر يتميز بالمكان، فهو في مدينة اسطنبول من أجمل بلاد العالم، تستطيع أن تصل من اسطنبول إلى 53 دولة خلال 3 ساعات ونصف. أن يتميز بهذا المكان وأن يتميز بالحضور وأن يتميز برعاية من قبل رئيس وزراء تركيا سيد رجب طيب أردوغان ورئاسة الجمهورية سيد عبد الله جل. وأيضا نوعية الحضور، نوعية الحضور هناك السياسيين وهناك الإعلاميين وهناك رجال الأعمال، وأيضا أن يكون بالتزامن مع مؤتمر الكومسك، منظمة الكومسك التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأن يكون تحت رعاية رئيس جمهورية تركيا السيد عبد الله جل. كل هذه جمعت لهذا المؤتمر ميزات كثيرة جدا تجعل من رجل الأعمال أن يأتي إلى اسطنبول، لا يشارك فقط بمؤتمر، لا يستمع فقط إلى السياسيين وإلى وجهات النظر وإلى المشاريع المطروحة، بل سيمارس الأعمال التجارية مباشرة من خلال المعرض المتمازن المتزامن مع مؤتمر الأعمال الدولي. ليس هذا فقط. نعم أستاذ غزوان، من هي الفئة التي يستهدفها منتدى رجال الأعمال الدولي؟ من هي الشريحة المستهدفة؟ ما طبيعة الأهداف المطروحة في مثل هذا المنتدى؟ منذ التأسيس في عام 1995 في باكستان إلى هذا اليوم، ونحن نسعى إلى توحيد رجال الأعمال تحت سقف واحد، تحت مظلة منتدى الأعمال الدولي. تحت هذه المظلة هم رجال الأعمال الموجودين تحت منظمة المؤتمر الإسلامي. هؤلاء رجال الأعمال والموجودين أيضا في أوروبا والموجودين في دول العالم، نحاول أن نجمعهم في مكان واحد ليكون عيد لرجل الأعمال، ليكون فترة يستطيع من خلالها أن يقابل رجال الأعمال ويقابل رجال السياسة ويقابل الإعلاميين، بل أيضا ينزل إلى السوق مباشرة. وهذا السوق أيضا مأخوذ من السيرة النبوية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما جاء إلى المدينة أول ما قام به قام بعمل سوق المدينة، ونحن استوحينا هذه الفكرة من السيرة النبوية، ونقيم هذا المعرض أو هذا السوق بجانب المؤتمر. ليس هو مؤتمر فقط وليس هو معرض فقط، بل هناك ورش عمل وهناك أيضا ورشات عمل للتعريف بالدول المشاركة والوفود المشاركة. وأهم شيء في هذه السنة هو اللقاءات الثنائية التي أعطيناها حيز كبير من هذا المعرض ومن هذا المؤتمر، حتى يكون نعم هناك فرصة لرجال الأعمال أن يلتقوا بنظرائهم من رجال الأعمال ليس من تركيا فقط بل من أنحاء العالم. نحن متوقعين حضور أكثر من 5000 رجل أعمال من خارج تركيا. هنا أستاذ غزوان يقال أن الفعاليات التي تتم على هامش المنتدى أهم من المنتدى نفسه، عندما تتلاقح العقول، عندما يتم تبادل الخبرات والتجارب، عندما تلتقي كرجل أعمال مع رجل أعمال آخر، هنا تفتح الأفاق بشكل كبير جدا بعيدا عن عالم العرض والتسويق. نحن نتحدث عن افتتاح أفاق ثنائية وجماعية بعيدة عن العالم المنظور، بمعنى خروج عن النص، خروج عن الأفق الموجود، وأيضا توسع في الآفاق الرحبة للاقتصاد وللعلاقات الثنائية. هل هذا صحيح أستاذ غزوان؟ يعني كلامك صحيح، لكن لا يقل أهمية عن وجود رجال السياسة معنا في هذا المؤتمر، لأن رجل السياسة هو الذي سيفتح المجال أمام رجل الأعمال. طيب. نحن عندنا عدة إشكالات. نحن في منتدى الأعمال الدولي في كل مرة نخاطب رجل السياسة ونقول له نريد أن نرفع التأشيرة، تأشيرة رجل الأعمال. لا نريد من رجل الأعمال عندما يريد أن يزور أي دولة في العالم الإسلامي أن ينتظر أسابيع على السفارة حتى يحصل على تأشيرة. نريد من رجل السياسة أن يفتح المجال أمام رجل الأعمال للتنقل بالوقت والزمن الذي يريده. والنقطة الثانية أيضا رفع العقبات أمام تبادل التجاري وأمام تنقل البضائع التي تصنع في العالم الإسلامي وتصنع في العالم. هذه نحن أيضا نحاول أن نمثل وسيلة ضغط كبيرة على رجل السياسة حتى يسهل أمام رجال الأعمال وأمام البضائع للتنقل في العالم الإسلامي. وأنا أعتقد أن هذه مهمة جدا، واللي تفضلت فيه طبيعي هو بأهمية بمكان، حيث أن الصفقات التجارية الكبيرة والطروحات والمشاريع الكبيرة وما يتم من خلال بجانب هذا المؤتمر من لقاءات هي حقيقة فرصة كبيرة وصفقات كبيرة تعقد. وفي السنوات الماضية نحن لاحظنا أن هناك كثير من الصفقات التجارية تمت من خلال اللقاءات الجانبية، من خلال لقاءات ورش العمل. صحيح. من خلال اللقاءات على حفل العشاء أو باللقاءات التي تتم بالفنادق، اللقاءات الودية بالتأكيد. نعم السبب
أن هناك تنوع كبير من رجال الأعمال، أن يأتي 5000 رجل أعمال من العالم ويجتمعوا تحت سقف واحد ويجتمعوا في مكان واحد ويتبادلوا الآراء ويتبادلوا المشاريع، هي فرصة كبيرة لرجل الأعمال أولاً، لرجل المال ثانياً، وأيضاً لصاحب الخبرة ومن يبحث عن مشاريع جديدة ومن يبحث عن فرص جديدة ومن يبحث أيضاً عن شراكات جديدة، أن يجد مبتغى في هذا المؤتمر في هذا المكان. نعم، هنا اسمح لي أستاذ غزوان، بواقع خبراتكم وأيضاً بوصفك نائباً لرئيس منتدى الأعمال الدولي، هنا ينعكس هذا المؤتمر وهذا المنتدى من خلال طبيعة الفعاليات المقامة فيه والأنشطة والفعاليات سواء الرسمية منها أو الجانبية بطبيعة الحال على الاقتصاد التركي، ما هي الآثار الموجودة عمليا والانعكاسات الفعلية لمثل هذا المنتدى وهذا الملتقى الدولي على الاقتصاد التركي برأيك؟ هل سيفتح آفاق جديدة؟ هل هناك رؤية جديدة أيضا من أجل التسويق الجمعي ليس فقط لتركيا وإنما للمجموع المشارك تحت منظمة التعاون الإسلامي؟ يعني هذه النقطة الهامة وهذا هدف المؤتمر الأساسي، هدفه كيف نزيد حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية التي لا تتجاوز مع الأسف 16%. لو نأخذ مثال الاتحاد الأوروبي، حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز 68%. لماذا نحن في العالم العربي فقط مستودع لمواد الخام؟ لماذا الطاقة في العالم 65% منها بالعالم الإسلامي و42% من مواد الخام بالعالم هي موجودة في العالم الإسلامي ونحن فقط خزان أو مستودعات لمواد الخام؟ لماذا نحن لا نطور هذه الصناعات ونطور البنية التحتية ونطور هذه المواد الخام ونجعلها مواد استهلاكية ومواد مصنعة لعلنا نزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبين الدول الإسلامية؟ وهذا هو الهدف الأساسي لهذا المؤتمر. فنحن قبل هذا المؤتمر بسنة ونحن نزور العالم، فقد زرنا العالم من المغرب إلى أندونيسيا، ما بقيت دولة إلا غطيناها بزيارات رسمية، نقابل هناك رجال أعمال، نقابل غرف التجارية، نقابل وزراء الاقتصاد المعنيين ونقابل رؤساء الوزراء إن تمكن، واستطعنا أن نوجه دعوات لكثير من رجال الأعمال. بمعنى رؤية منطلقة من الواقع أستاذ غزوان، يعني قمتم بدراسات جدوى، قمتم بزيارات إلى سياسيين إعلاميين إلى رجال اقتصاد إلى رجال أعمال ومنتديات رجال أعمال، هذا يعني دراسة حالة فعلية للسوق وليس بناء نظريات جوفاء، بمعنى هناك قراءة للمعطيات التفصيلية الدقيقة التي يمكن البناء عليها علميا ويمكن البناء عليها في المعطيات الاقتصادية. التقارير التي تعدها جمعية الموسياد أكبر دليل على أننا لسنا فقط نمثل الجانب النظري، بل هناك الجانب النظري والجانب العلمي لابد منه أن يتواجد في مثل هذه المؤتمرات وفي هذه المنتديات. جميل. فالمنتدى ليس هو منتدى فقط إعلامي لمدة يوم واحد يفتتح رئيس الوزراء بكلمة وبعدها ينتهي كل شيء، لا، بل يستمر لمدة 5 أيام 4 أيام بالمعرض ويوم أيضا للقاءات الثنائية. هذه الفعاليات كل رجل أعمال لابد أن يجد مبتغاه هناك. وأيضا هناك أيضا ميزة مهمة جدا، لم نهمل جانب الشبابي في هذا المؤتمر، فجانب الشبابي له حضور كامل في هذا المؤتمر، بل سيكون هناك جناح كبير جدا كما في السنوات الماضية للتعريف باختراعات وإنتاجات الشباب وإبداعات الشباب. جميل. نعطيهم أيضا فرصة داخل هذا المؤتمر حتى يلتقوا برجال الأعمال، حتى يسوقوا مشاريعهم الصغيرة، ليلقوا هناك من يتبنى هذا المشروع ويبدأ هذا المشروع بالتواصل. العام الماضي بعض الشباب استطاعوا أن يطوروا طائرة بدون طيار، وهذه الطيارة عرضت في هذا المعرض وتبنتها إحدى الشركات، والآن هذه الشركات تصنع هذه الطائرة. هذه الإبداعات نحن بحاجة إليها، نريد الشباب هناك، نريد الحرف اليدوية أيضا أن لا نهملها داخل هذا المؤتمر، فخصصنا أيضا ستاند كامل للحرف اليدوية والصناعات اليدوية ليس فقط من تركيا بل من العالم الإسلامي، ودعونا الغرف التجارية المشاركة بهذا الجناح. أيضا هناك أيضا فسحة لرجل أعمال أن يجد الخط والتزهيب داخل هذا المؤتمر والمعرض، فخصصنا جناح كبير أيضا ممكن لرجل أعمال أن يزور. جميل. ويلتقي بالخط العربي الأنيق الذي ثقافة واقتصاد في الآن ذاتي. نعم. أصبحنا الآن أمام قراءة جديدة أستاذ غزوان. أنا قلت لك هو ليس مؤتمر بالشكل الكلاسيكي، هو الوحيد في العالم الإسلامي بهذا الحجم أولا وبهذا التخطيط ثانيا وبهذا التنوع ثالثا. جميل. ليس له مثيل في العالم الإسلامي. هو الوحيد، والحمد لله رب العالمين، شركاءنا من العالم الإسلامي هم من يؤسس منتدى الأعمال الدولي، هي تجمعات اقتصادية شبيهة بالموسياد، وأيضا الغرف التجارية كغرفة تجارة جدة وغرفة تجارة القاهرة وغرفة تجارة مكة المكرمة في هذه السنة أيضا مشاركة معنا، وأيضا مشاركة كبيرة من البنك الإسلامي للتنمية، ومشاركة أيضا من منظمة التعاون الإسلامي. جميل. أستاذ غزوان، هنا نحن نتحدث عن أسماء لامعة
عن مشروعات عملاقة يمكن أن تقام من خلال هذه الأسماء اللامعة، بمعنى نحن نتحدث عن عمالقة ولا نتحدث عن مستثمرين صغار أو رجال أعمال صغار في بداية المشوار، نحن نتحدث عن أناس لهم في عالم الاقتصاد باع طويل جدا، سواء من العالم العربي أو من تركيا أو من أندونيسيا أو من ماليزيا أو من غيرها. ولكن ما أهمية أن نبني رؤيتنا الاقتصادية الداخلية لكل قطر عربي حتى نؤسس لأوجه العلاقة؟ بمعنى نحن منتدى رجال الأعمال في تركيا، نحن منتدى رجال الأعمال في تونس، نحن منتدى رجال الأعمال في الكويت، نحن منتدى رجال الأعمال في البحرين، نؤسس لرؤانا المشتركة ثم بعد ذلك نتوسع إقليميا. احتياجات، فرص، مهددات، قراءات للسلع الاستراتيجية، قراءات للاحتياج الواقعي، بعد ذلك نبدأ في مسار التنمية الاقتصادية الجمعية من خلال مثل هذه الملتقيات. هل هذا ممكن أستاذنا الكريم؟ هل هو متحقق أصلا؟ يعني ما تفضلت به هو لب هذا الموضوع، كيف نستطيع كرجال أعمال، كمؤسسات عمل مدني، كمؤسسات عمل طوعي، أن نقوم بالعمل الجمعي لخدمة التنمية في بلاد الإسلامية وبلادنا. هذه النقطة المهمة. هذه يتم تبادل معارف وثقافات في هذا الاتجاه. نعم، فالقرار السياسي والحكومات تشارك معنا والغرف التجارية تشارك معنا. جميل. ولكن بالنهاية نحن رجال أعمال هم أعمدة الاقتصاد، لا يكفي أن تتخذ قرار سياسي اقتصادي ويتم تطبيقه مباشرة، بل لابد أن تشارك رجل الأعمال كما فعلت تركيا عندما وضعت خطة لعام 2023. أغلب هذه الخطة هي ضمن خطة اقتصادية، مشاريع تطرح في إسطنبول، مشاريع تطرح في الأناضول، في كل مكان. هذا التكامل بين رجال الأعمال وبين القرار السياسي الذي يفتح المجال أمامهم يجعل هناك فرصة كبيرة للتنمية وإعادة بناء البنية الاقتصادية في بلادنا العربية والإسلامية. والحمد لله رب العالمين، المشاركة الآن العربية والمشاركة الإسلامية في هذا المؤتمر هي قوية وكبيرة جدا، وهذه التجارب لا نكتفي بها هنا في إسطنبول، بل يعقد هذا المؤتمر سنة في إسطنبول وسنة في إحدى الدول العربية، والعام الماضي عقدناه في دولتين، في عمان وفي جدة، وإن شاء الله السنة القادمة علّه يكون في مصر وفي المغرب وفي بعض الدول الأخرى. وهكذا هذا المؤتمر يتم تداوله حتى تنتقل هذه الخبرات ويكون التنمية تعم الجميع في عالمنا العربي والإسلامي إن شاء الله. ونتمنى حقيقة أن يكون العام القادم في سوريا بالدرجة الأولى بعد أن تستقر فيها الأوضاع المأساوية حقيقة التي تدمي قلوبنا. ولكن أستاذ غزوان، اسمح لي هنا أن أطرح عليك هذا التساؤل. أنت ذكرت أن هناك سلسلة من الفعاليات، طرحتم مشروع الخط، طرحتم مشروع الشباب والإبداعات الشبابية، وهذا مشروع رائد. هل في الملتقى السادس عشر تمت دراسة الملتقى الخامس عشر والرابع عشر؟ وفي كل عام نحن أمام قراءة تجديدية، أمام حالة إبداع جديدة، أمام طرح تصورات جديدة من أجل توسعة آفاق هذا الملتقى أستاذنا الكريم. يعني لجنة إعداد المؤتمر ينتهي عملها مع بداية مع نهاية المؤتمر، ويبدأ عملها للتحضير للمؤتمر القادم مع بداية هذا مع جميل. نهاية هذا المؤتمر، مع الأخذ بالتوصيات السابقة. نبدأ بأولا استطلاع للرأي، من شارك بهذا المؤتمر، من جميل. شارك في المعرض، نأخذ هذه الاستطلاعات الرأي وندرسها ونحللها ونخرج منها بنتائج أساسية. وأيضا مؤتمر الاي بي اف والتجمعات الاقتصادية التي تشارك معنا في هذا المؤتمر، نجتمع هناك وكلهم أيضا يطرحوا وجهات نظر كيف نطور هذا المنتدى، كيف نطور هذا المؤتمر للسنين القادمة. فهذه نقاط هامة نبني على تجاربنا السابقة حتى استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. المؤتمر الآن يعتبر المؤتمر الأول بالحجم وبالقدرة وبالقوة الاقتصادية في العالم الإسلامي، وبنوعية الحضور. بسبب أننا بنينا على تجاربنا السابقة. جميل. بنينا إلى مؤتمرات أخرى، وإن شاء الله سنطور هذا الشكل بشكل كبير جدا. نحن كانت وجهة نظرنا كما تفضلت أنت في القضية السورية أن نبني ويكون التغيير والإصلاح من الناحية الاقتصادية. جميل. وما شاركنا فيه كنحن كرجال أعمال بالسنوات الماضية ركزنا بشكل كبير جدا على التوجه إلى الاقتصاد السوري والتعاون مع الاقتصاد السوري. رائع. لكي يكون هناك التغيير عادي ومن القاعدة من الشعب. لكن مع الأسف بدأ صحيح خطونا خطوات كبيرة، والحكومة التركية والحكومة السورية السابقة ساعدتنا بشكل كبير بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة، بتوقيع اتفاقيات استراتيجية، بفتح الآفاق أمام رجال الأعمال بالاستثمار. هناك الآن أكثر من مليار دولار استثمارات تركية موجودة في سوريا. ما معنى الاستثمار في سوريا؟ أي نقل الخبرات الصناعية التركية إلى الأراضي السورية. كما الآن هناك 2 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر. الآن أكثر من 400 شركة تركية الآن مستثمرة في مصر، تنقل هذه الخبرات إلى المجتمع المصري وإلى الاقتصاد المصري. هذا هو التكامل الذي نبحث عنه. لو وعينا أهمية الاقتصاد
في حل أزماتنا الداخلية، في حل أزماتنا ومشكلاتنا في الإصلاح وفي التغيير، لما حصل ما حصل الآن في سوريا ولما حصل في بعض الدول بالتأكيد الأخرى. هذه النقطة الهامة التي نركز عليها بشكل كبير بالتأكيد جدا. وبالتأكيد العلم رائد أستاذ غزوان يعني في هذا الاتجاه. اعذرني جدا، أود الاستزادة في هذا الحديث ولكن الوقت إذا تسمح لي بس فقط في كلمة واحدة. نحن ليس كرجال أعمال ننسى ما يحدث في سوريا بالتأكيد. ولسنا نحن الآن نطمح أن يكون فقط نظرتنا إلى سوريا نظرة اقتصادية، بل نظرة إنسانية. رجال أعمال الآن في جمعية الموسياد يتعاونوا بشكل كبير مع رجال أعمال السوريين أولا للتخفيف من المسألة الإنسانية، وبعدها إن شاء الله مستقبلا لكي يستطيع أن يعود المواطن السوري إلى بلده ويحيي الاقتصاد هناك ويحيي البلد هناك ويحيي البنية التحتية التي دمرت هناك. بهذه النظرة المتفائلة حقيقة أود أن أختم هذا اللقاء معكم أستاذ غزوان المصري. نشكركم جدا على تشريفنا في استوديوهات برنامج الألوان السبعة، ونبارك لضيفنا الكريم أيضا تقديمه لبرنامج جديد من على شاشة التركية من إسطنبول، ونتمنى له كل التوفيق عمليا بإبداعه وجهوده. وأحبانا الأكارم، اسمحوا لنا أن ننتقل وإياكم إلى عالم الكاريكاتور. ونبقى في سوريا والأيادي البيضاء الممتدة، جمعية خاصة بالإغاثة ومد يد العون إلى المنكوبين من الشعب السوري في داخل سوريا وفي خارجها، إلى الذين يبحثون عمن يبلسم لهم جراحهم برغم كثرة الأعباء الملقاة على عاتقهم، أولئك الذين شردوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أولئك الذين تسقط على رؤوسهم براميل TNT المتفجرة بكرة وعشيا، صغارا وكبارا، شيبا وشبانا، دون تفريق ما بين اسم أو هوية أو عرق أو دين أو سن أو شيبة على رأس عجوز. قراءتنا الخاصة في ضرورة العمل الإغاثي وفلسفته وضرورة الخروج من دائرة النظريات إلى مد يد العون مباشرة من خلال الأيادي البيضاء وأصحاب الهمم التي لا تفتر. تجسيدا للمعاني الإنسانية السامية وقيم التراحم والتعاطف والتكافل، تقوم جمعية التضامن السورية رغم إمكاناتها المتواضعة بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للشعب السوري المنكوب في الداخل والخارج، مع التشديد على الالتزام بالمعايير الإنسانية دون التدخل في معادلة السياسة القائمة. عملنا متوجه نحو اللاجئين المتواجدين في المخيمات، ولكن مع الوقت مع مرور الزمن ارتئينا أن نعمل حتى داخل سوريا، فتم في الفترات الأخيرة نقل العمل من الداخل تركيا إلى الداخل السوري عبر التنسيقيات الموجودة في سوريا. نحن ما عندنا أي ارتباط سياسي ولا نتعمين لأي فكر سياسي، وأي شخص موجود في هذه الجمعية لما يدخل من باب الجمعية يكون مفرغ من جميع الأفكار السياسية، اللي هو نحن عملنا إغاثي بس فقط. ونظرا للصعوبات الكبيرة التي تواجهها جمعية التضامن في الوصول إلى المحتاجين والمتضررين من الدمار والخراب الذي خلفته آلة الحرب العسكرية للنظام السوري، وخاصة مع ازدياد شدة القصف على المدن الكبيرة التي انخرطت في معارك ضارية مع نظام الأسد، تضطر جمعية التضامن إلى التنسيق مع اتحاد تنسيقيات الثورة في الداخل والخارج لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة إلى المنكوبين في الداخل السوري. ضمن الشمال السوري أكثر شيء بالنسبة لإيصالها أو بالنسبة للمناطق الوسطى في سوريا. طبعاً المناطق الجنوبية نحن لا يمكن أن مسافات بعيدة بالنسبة لنا والتواصل معها، ولكن بشكل خاص الشمال السوري بشكل عام موجود عندنا ارتباط مع التنسيقيات بشكل جيد أعتقد، وعم نوصل هذه المساعدات لهم. وأوضح مدير جمعية التضامن أن الجمعية تتعاون مع بعض المنظمات والجمعيات الموجودة داخل تركيا وخارجها من أجل تأمين احتياجات الشعب السوري المنكوب، مشيرا إلى أن كل منظمة تسهم بما تستطيع تقديمها من مساعدات. المساعدات المقدمة من الخارج
ومن الداخل التركي بشكل خاص. الأتراك المساعدات العينية عم تجي من الأتراك، إجانا مساعدات عينية من إنجلترا، إجانا مساعدات عينية من فرنسا، إجانا مساعدات مادية من أمريكا، من دول الخليج، من متبرعين خاصين يعني ما بيريدوا ذكر أساميهم. والأتراك بشكل عام إخواننا الأتراك بيقدموا لنا المساعدات، لباس. وعن أهم ما يميز جمعية التضامن عن غيرها من الجمعيات التي تعمل في ميدان العمل الإغاثي والإنساني، يقول مديرها العام إن جمعية التضامن السورية تصل إلى الفئات المتضررة التي تعاني من الحرمان والعوز لترسم البسمة على شفاههم. نحن نذهب إلى جانب السائر وإلى جانب المواطن السوري المحتاج. نحن لا ننتظر لأنه هو يجي يأخذ عنا المساعدات، نحن منروح لجنبه ونحن منقدم للمساعدات اللي هو بيريدها. جمعية التضامن السورية تسعى جاهدة لتقديم كل أنواع الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الذي صدح بصوت الحرية والكرامة في ظل عجز النظام العالمي والعربي عن اتخاذ الخطوات اللازمة التي يمليها عليه واجبه ومسؤولياته. فإن الجمعية أخذت على عاتقها دعم السوريين الثائرين لاسترداد كرامتهم وحريتهم المسلوبة إغاثيا وتأهيليا بعيدا عن أي اتجاه سياسي أو ديني أو عرقي. تتقدم عجلة التكنولوجيا ويغزون الاختراع تلو الاختراع، وفي خضم هذه التحديات تتلاشى الهوية الذاتية للإنسان رويدا رويدا. الثقافة والتكنولوجيا، علاقة الافتراق والالتقاء، وضرورة الحفاظ على المنظومة القيمية والثقافية في العالم المعاصر. نظرة ورؤية وقراءة بعد قليل في الألوان السبعة. وإلى فاصل إعلاني قصير نعود بعده لاستكمال جولتنا مع حضراتكم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا. زاويتنا الجديدة هي زاوية ضيوف البرنامج. من ضيوف البرنامج اخترنا لكم لقاء خاصا مع أحد مبعوثي وزارة الشباب والرياضة من فلسطين، الذي قاد وفدا شبابيا فلسطينيا من النخب الفلسطينية الإبداعية على مستوى الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، والحائزين على العديد من الجوائز في عالم الإبداع الإعلامي والصياغات على اختلاف أشكالها. قراءتنا هذه في التفاعل الشبابي وضرورة تبادل الخبرات ما بين الشباب العربي والتركي لمد جسور التعاون والعلاقة بعيدا عن عالم الشعارات الفضفاضة والرنانة، لننتقل خطوة في الاتجاه السليم. قراءة خاصة في ضيوف البرنامج والزميل حسيب عرقاوي. تتفاعل تركيا مع المحيط العربي والإسلامي بصورة جديدة وبرؤية جديدة، وهي في كل يوم تحتضن سلسلة من الفعاليات التنسيقية والتبادلية مع العالم العربي بكل دوله ومكوناته المؤسساتية والحكومية والشعبية والفردية على حد سواء. محمد العرعير المدير العام بوزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة في فلسطين، وضمن جهوده في قيادة فريق من الشباب الفلسطيني المتفوق والمبدع إلى تركيا، تفضل علينا بلقاء حدد لنا من خلاله طبيعة الزيارة وأهدافها. هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات التبادل الشبابي بين فلسطين وتركيا. خلال تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة التركية تم الاتفاق على إيفاد وفد شبابي إلى تركيا لزيارة المعالم الرئيسية والسياحية والتاريخية في دولة تركيا الصديقة، وأيضا اللقاء بالشباب والمسؤولين الأتراك والاستفادة من تجاربهم
في الحياة وفي العمل الشبابي. أما بخصوص طبيعة وتشكيلة الوفد الفلسطيني المشارك، فوصف لنا الضيف طبيعة المشاركين في الوفد بقوله: الوفد الفلسطيني المشارك في هذه الزيارة يتكون من حوالي 40 شابا، على رأسهم عدد من المسؤولين من وزارة الشباب والرياضة، 5 مسؤولين، بالإضافة إلى حوالي 7 من الشباب المشاركين في جائزة فلسطين التشجيعية للإبداع الشبابي، كذلك أيضا 15 شابا يمثلون مؤسسات شبابية أهلية مجتمعية فلسطينية في قطاع غزة، بالإضافة إلى أوائل الطلبة، أوائل الطلاب في الجامعات الفلسطينية. هذه الزيارات الفاعلية لها بكل تأكيد آثار على صياغة الفرد وتشكيل العقلية الجمعية لدى الزوار، وعن مشروع الزيارة وأثرها على زيادة الإبداع والتحفيز الشبابي على التميز في صناعة الحياة يرى ضيفنا: نحن وإذ أننا في اليوم الثاني من زيارتنا نستطيع أن نقول، رغم أننا لم نكمل هذه الزيارة، إلا أن أهداف عظيمة تحققت. الشباب سيعودون مليئين بالحماس، مليئين بالأمل، مليئين بالرغبة في مزيد من الإبداع، لأنهم رأوا هنا الإبداع ورأوا هنا الجمال ورأوا هنا التميز التركي في الأداء وفي العمل وفي صناعة الحياة. هي الهمة تحتاج إلى تحفيز وتبادل التجارب وتلاقح الأفكار، عنوان للنهضة واقتباس النافع من تجارب الذات وتجارب الآخرين. ومحورنا الثاني: إنسان باحث وفنان وأكاديمي وموسيقي وشاعر وباحث مؤلف في العلوم والفنون والتاريخ. قراءتنا مع إنسان له تجربته التي انعكست من خلال رواياته وأبحاثه ومصنفاته، شاعر يجيد نظم الشعر وخطاط له العديد من المؤلفات الخطية التي استطاع من خلالها أن يثبت ذاته، محب للموسيقى وأيضا عاشق للكتاب وللرواية. في سواس ولد عام 1949، لكنه أبرز للأمة ميراثا حقيقيا في العلم والفلسفة والتاريخ والثقافة والتكنولوجيا، ونحاوره حول قضايا التأليف والثقافة والحفاظ على الموروث الفني في عالم التكنولوجيا وفي العالم المتحضر. نرحب هنا باسمكم جميعا بالبروفيسور دكتور شاهين أوتشار، أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. سنبدأ معكم أستاذنا الحبيب، ولكن اسمح لنا بداية أن نتابع مع مشاهدنا الأكارم هذه القراءة لتاريخ الفن وأهمية الحفاظ عليه حتى في ظل التقدم المدني والحضاري المعاصر. مدى تأثير التغيرات العظيمة والتي تزداد سرعتها يوما بعد يوم في الثقافة المادية على حياتنا اليومية حالة مجربة ومعلومة لدى الجميع. في المقابل لا يمكننا التحدث عن تطور بهذا الحجم في الثقافة المعنوية والبناء المعرفي للفرد، ولذلك نرى أن التطورات الهائلة في الثقافة المادية رغم جلبها لمنافع كبيرة للبشرية تدعو لأخطار كبيرة لم يشهدها العالم في أي عهد من العهود. الناس في المستوى الذي وصلنا إليه الآن مضطرون إلى تغيير المؤسسات القديمة التي لم تستطع أن تتطور بالتوازي مع التكامل الكبير الواقع في الثقافة المادية. الثقافة المادية للعهد التصنيعي تشتغل بإمكانيات الصيغة الثلاثية التي تشكل أساس الجماعة الصناعية، أي العلمانية والديمقراطية البرلمانية والقومية، وعلى الشكل الحالي للثقافة التكنولوجية بشكل عام. وجراء كل هذه الأسباب، ما هي الأخطار التي تنتظر البشرية في حالة عدم خلق ثقافة معنوية جديدة بالتوازي مع التكامل الواقع في التكنولوجيا الحديثة؟ هل التكنولوجيا شيء محايد كما يدعي بعض الفلاسفة؟ على التقنية أن تكون لها عقلية متجانسة مع التكنولوجيا التي يستعملها الناس، وإلا كان نمو التكنولوجيا على حساب الثقافة عامل قتل للهوية والذات. ونجدد الترحيب هنا بالبروفيسور دكتور شاهين أوتشار صاحب المؤلفات العلمية
والتراث الفني والخبرة الإدارية والأكاديمية في العديد من الجامعات وفي العديد من المؤسسات الخاصة بالعمل البحثي والإسلامي والتاريخي والمعرفي. أهلا وسهلا بك معنا حضرة البروفيسور. يقال أننا دخلنا في عالم التكنولوجيا حضرة البروفيسور، يقال أن التكنولوجيا غزتنا، وبصفتك ممارسا للفن والخط والموسيقى والتأليف والبحث، هل يمكن لنا أن نزاوج ما بين الفن وما بين التكنولوجيا المعاصرة وزمان التكنولوجيا؟ والله تكنولوجيا معظم في الحقيقة أن التقنية والتكنولوجيا قد حققت تطورا ملحوظا جدا، وهي أحد أهم الأمور التي تطورت جدا في السنوات الأخيرة، تحديدا التطورات الأخيرة من نتائجها أن التقنية تغيرت وغيرت معالم العالم. لا أستطيع أن أقول نفس الشيء عن كل مناطق العالم، ولا أستطيع أن أقول نفس الشيء عن الفن نفسه، لأن الفن غير متأثر تماما بالتقنية أو التكنولوجيا. هناك تطور ما ولكنه ليس بالتوازي مع التقنية والتكنولوجيا. كما ذكرت قبل قليل، التطور في المجال التقني والتكنولوجي كبير جدا وضخم وسريع. نحن عندما نتكلم عن الفنون لا نتكلم عن تطور أو تقدم، هناك تغير نوعا ما، هناك إبداع نوعا ما، وبالتالي هناك بعض الفروق بين ثقافة وثقافة وفن وفن، وهذه الأمور الإنسانية التي تعتمد على الإنسان والجهد البشري وإبداعه تشهد بعض التغيرات طبعا، ولكنها غير مرتبطة تماما بتطور التكنولوجي في عصرنا الذي نعيشه. الغريب في هذا الأمر هو أن التقنية في زماننا تعطينا كل هذه الإمكانات التقنية والقدرات، ولكنها في نفس الوقت أيضا تعطينا بعض النقائص. كل هذه الأمور التي مثل الروبوتات والأسلحة النووية، الأسلحة النوعية، الصواريخ وما شابه، تؤدي إلى بعض النقص في تذوق الفن حتى عند بعض الناس، وكأنني أراها تطورات مخيفة أو خطيرة بعض الشيء في بعض الأحيان. الإنسان أو بني آدم هو إنسان حي من الثدييات، ولكن له جهاز عصبي حسي، له هذه العواطف والأحاسيس، وبالتالي هو المخلوق يعرف الصحيح من الخطأ ويختار طريقه. بالتالي هناك بعض الجوانب الثقافية المشتركة أو المختلفة بين إنسان وآخر وبين ثقافة وأخرى. نعم، نتكلم عن مؤسسات معنوية أو منظمات روحية سابقة موجودة كانت وما زالت موجودة حتى الآن، يتأثر بها الإنسان ويؤثر بها. عندما نتكلم عن الفلسفة، عن الفن، عن التاريخ، كل هذه علوم إنسانية تعتمد على الإنسان تحديدا. عندما يكون هناك نقص في هذه التأثيرات لهذه المؤسسات أو المنظمات، الأمور الروحية والثقافية، سوف نجد تأخرا وتراجعا في الفن والثقافة وكل هذه الأمور، وهذا أمر خطير جدا من وجهة النظر المتواضعة. نريد، إذا أردت أن أصيغ الأمر بطريقة مختلفة، أقول أن المؤسسات المدنية بلغة عصرنا اليوم يجب عليها أن تتغير وتتطور. مثلا الدول بنفسها تأخرت كثيرا في بعض المساحات وبعض القطاعات والمجالات. نتكلم عن العولمة الآن في زماننا التي ابتلعت كثيرا من الدول ونظمها الداخلية، أصبحت كل دولة جزءا من هذا النظام العالمي المتشابك. لا يجب علينا أن نتكلم فقط عن الجانب المادي من الأمر، الحضارة ليس لها بعد مادي فقط أو بعد اقتصادي فقط، ولكن إلى جانب هذا البعد المادي هناك بعد معنوي وثقافي وحضاري أيضا، وبالتالي يجب على الدولة أن تفقد هويتها أو تفقد اتجاهها. للأسف الشديد بكل تأكيد أنا أتفق معك تماما أستاذنا الكريم، نحن أغرقنا في عالم العولمة وعالم التكنولوجيا وعالم المدنية الحديثة التي تفتقر إلى الأخلاق وتفتقر إلى الفن. لكن أود أن أسألك حقيقة أستاذنا الكريم حول قضية واحدة. أنت خطاط، واسمح لي هنا أن أعرض على المشاهدين الأكارم هذه اللوحة الفنية، هذا النمط من الخط الذي كتبت فيه سورة الفاتحة في الداخل والخارج، وختمتها ولا الضالين من الداخل بقراءة فنية إبداعية. هذه البسملة التي ألفتها سابقا والتي هي عبارة عن لوحة إبداعية متكاملة في ظل العالم المعاصر بدأت تفقد قيمتها أستاذنا الكريم، بدأت الفنون تترك مكانها للدنيا المعولمة
للعالم الحديث، لعالم التكنولوجيا، لعالم الأرقام، كيف تقرأ ذلك أنت كخطاط كفنان وشاعر؟ يعني ذاتا نعم، إذا نظرنا إلى الأمر من ناحية تاريخية، هناك علاقة طبعا وثيقة بين الدين وبين الثقافة أو بين الدين وبين الحضارة، وهذا أيضا موجود لدى كثير من الفلاسفة. الدين هو أصل الثقافة وأصل الحضارة، ولكن للأسف الشديد هناك حضارتنا الحالية، حضارتها استهلاكية، أصبحت مادية في كثير من قطاعاتها وتفاصيلها. كما تعرفون أن حضارتها الحضارات والثقافات الماضية كان لها جزء تعليمي وجزء تثقيفي، ولكن في هذه الحياة العصرية الاستهلاكية ربما نستطيع أن نتكلم عن نفس التأثير للدين في الثقافة في كثير من الثقافات الحاضرة. لذلك الآن التطورات في الحالة التكنولوجية أو التقنية لا نستطيع أن نتكلم عن حالة موازية لها أو مساوية لها في الحالة الثقافية. للأسف الشديد العصر هذا والجيل هذا أيضا يفتقد لهذه الأمر. هذا ليس فقط مشكلة العالم الإسلامي وحده، هو أسباب عالمية. اسمح لي هنا أن أطرح عليك تساؤلا، بما أننا عرضنا على المشاهدين الأكارم هذا الكتاب الذي هو بحث التخرج وأطروحة الدكتوراه الخاصة بكم أسفار العربي في مناطق الأناضول، كتبت هذا الكتاب وتحدثت عن تاريخ العربي في مناطق الأناضول وتحدثت عن العلاقات التركية العربية وتحدثت عن التاريخ المشترك، لكن ما يهمنا هنا أن نحافظ على الموروث الثقافي والفني سويا، أن نبني هذه الجسور المعرفية سويا كعرب كأتراك من أجل أن نؤسس لثقافة الحفاظ على حضارتنا، لأن الخط العربي مثلا يحافظ على جانب من الحضارة، الإبرو، فن المنمنمات، كل شيء في عالم الفن، وأنت كما ذكرت في كتابكم الأخير الرواية، القصة، المقالة، الشعر، الأدب، كله يمثل زاوية من زوايا الأدب والفن والحضارة. ما أهمية أن نحافظ على هذا الموروث الآن أستاذنا الكريم؟ نعم بلا شك أنتم محقون. نظريتي أو بحثي في الدكتوراه كنت أتكلم عن النضال أو الكفاح الذي قاده العرب ضد البيزنطيين سابقا. في ذلك العصر ربما كان هناك بعض التأثيرات، ولكن الظروف التي نعيش بها اليوم ظروف مختلفة نوعا ما، ربما ليس لها علاقة أو لا نستطيع أن نرى كثيرا من العلاقة الوثيقة بينها وبين السابق، ولكن هناك تأثيرات تراكمية بين السابق والحالي. عندما نتكلم عن الحوادث التاريخية أو الحوادث السياسية لها تأثير كبير جدا طبعا، وبالتالي من ناحية أو أخرى يجب علينا أن نفهم التاريخ. لدينا هذه المسؤولية في فهم التاريخ، ولذلك يسمونها فلسفة التاريخ، وبالتأكيد يجب علينا أن نفهم مشاكل ثقافتنا وحضارتنا السابقة من ناحية ومن وجهة نظر فلسفة التاريخ. فالإسلام منذ بدئه كان هناك تواصل وثيق السياسة. ما يجري اليوم بالتاريخ وبالفلسفة بوجود الإنسان وبفلسفة وجودي على هذه الأرض، هل هذا توصيف دقيق؟ نعم. نحن نرد ما يجري اليوم من التقدم التكنولوجي وضياع هويتنا الفنية والذاتية والمعرفية بعلاقتنا بالتاريخ وبعلاقتنا بالمعرفة وبالفلسفة على وجه التحديد، الفلسفة التي نفهم الإنسان من خلالها. نعم بلا شك، لأن هذه كلها أمور بقيت من الحادثة التاريخية السابقة. التاريخ له بعض الخصائص أيضا، وبالتالي الحوادث السابقة كلها لها تأثير على الحوادث حاليا في زماننا، وبالتالي أي أمور سابقة في التاريخ لها تأثير يجب علينا أن نفهمها حاليا أيضا. إذا فهمنا الحوادث السابقة سنستطيع أن نفهم واقعنا بشكل أفضل، وبالتالي يجب علينا أن نفهم الثقافة والحضارة والتاريخ حتى نستطيع أن نحسن ظروفنا الحالية بعد أن نفهمها بشكل جيد. بالتأكيد ليست أمرا سهلا، بالتأكيد، لكن يعني اسمح لي هنا بما أنك حضرة البروفيسور شرفتنا في استوديوهات الألوان السبعة أن نعكس للمشاهدين هذه القراءة. يمكن للباحث وللإنسان وللأكاديمي أن يكون صاحب رسالة. هذا الكتاب فهمه الوجود،
الذي ألفته وهذه المؤلفات الفنية المعروضة أمام المشاهدين الأكارم هي جزء من العطاء الذي تفضلته بتأليفه أستاذنا الكريم وبالبحث فيه تخصصيا على مدار حياتك الأكاديمية. هذا الكتاب على حافته نقشت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وانتصرت له بذكر اسمه وفي بالتأكيد وفي الوقت نفسه عبرت عن معنى الوجود وثقافة فهمنا لذاتنا ولهويتنا. طبيعي بند تاريخ فلسفة. نعم أنا مهتم بفلسفة التاريخ وبالتالي لدي بعض الفلسفة أيضا في طرح بعض المسائل التاريخية. نعم وأحاول فهم الوجود وفهم كل المخلوقات وفي هذا الكتاب تحديدا هناك جزء من الفلسفة والثقافة والتاريخ وعلاقة بين التاريخ والثقافة والتقنية والتكنولوجيا الرياضيات الفيزياء المنطق وكثير من هذه العلوم المختلفة من وجهة نظرها البحث أنظر إلى التاريخ والثقافة والحضارة. هذه هي وجهة نظر الفلسفية في محاولة فهم التاريخ ما حاولت أن أطرحه في هذا الكتاب بدرجة كبيرة جدا حاز على إعجاب القارئين مما أسعدني جدا لأنه كتاب يحاول تناول الجانب الفلسفي من التاريخ وفهم وسبر أغوار الحوادث حتى نفهم أكثر تفاصيلها. وفي معظم الكتب يحاول أن أطرح نفس وجهة النظر وأن أحاول تناول الحوادث نفس وجهة النظر. كريم وهذا جهد نشكرك عليه حقيقة على عطائكم الفني خلال هذه المسيرة الحافلة بالعطاء. أستاذنا الكريم عندما نؤلف عن الفن، عندما نتحدث عن الرواية، عندما نتحدث عن الشعر وديوان الشعر لحضراتكم موجود، عندما نتحدث عن علاقتنا نحن بذاتنا من خلال هذه المعاني الأدبية والمعرفية، هل ترى أننا يمكننا في هذا الزمان، في زمان الإنترنت، في زمان الفيسبوك، في زمان التكنولوجيا المعاصرة ووسائل الاتصال المعاصرة أن نحافظ على هذا النمط من التفكير، أن نحافظ على نمط صياغة أنفسنا من خلال وسائل التعبير الاحترافية التي عرفناها على مدار حضارتنا؟ ربما هنا دور التقنية والتكنولوجيا في التحصيل العلمي في السابق كان لها بعض الفوائد طبعا بالتأكيد، ولكن الآن مع هذه الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا في عصرنا طبعا أصبح هناك من السهل جدا الوصول إلى المعلومات والعلم. نعم هناك فوائد مهمة مادية لهذه الثورة التقنية، ولكن بعض يظن وكأن من التلفزيون أو من الشبكة العنكبوتية وبعض الوسائل التقنية وكأننا بسطنا العلم وبسطنا الإنسان وبسطنا الثقافة. مثلا الأمور الثقافية المعنوية السابقة ربما كانت أعمق بكثير من زماننا وكانت تحتاج لعلم وتعلم، ولكن الآن الوصول إلى هذه القنوات سهل جدا، ولكن هذا التسهيل في الوصول إلى المعلومة لا يؤدي بالضرورة إلى العلم وإلى التثقف وإلى الثقافة، وكأننا أصبحنا في نتيجة عملية تثقيفية سطحية نوعا ما. هذا ما ألاحظه. يعني لفت نظري أستاذنا الكريم تأليفكم باللغة الإنجليزية وباللغة التركية إضافة إلى إجاداتك للخط العربي، وأنت ألفت كتابا اسمح لي هنا أن أعرضه على المشاهدين. هذا الكتاب تحديدا اسمه اللغة والفلسفة، ديلفي فلسفة. عندما نتحدث أستاذنا الكريم عن هذا المضمون نحن نؤصل للأجيال العلاقة الفعلية ما بين هذه المعطيات الحرفية. كيف يمكن لنا أن نقرأ علاقتنا بلغتنا، علاقتنا بهويتنا، علاقتنا بأسلوب التعبير الذي نمارسه في حياتنا اليوم مع الفلسفة ومع اللغة ومع صياغة النجاح وتأسيسه في الواقع؟ نعم في النهاية الفلسفة يعبر عنها عبر اللغة، واللغة هي لغة التواصل أو أداة التواصل بين الشعوب وبين الناس، وبالتالي الفلسفة واللغة ربما أعمق بكثير مما قد يتصور البعض. نعم نتكلم نحن عن الفلسفة وعن اللغة، ولكن محاولة إضفاء المعاني على اللغة هو جزء من الفلسفة وهو أمر عميق أيضا، وبالتالي عندما ندخل إلى هذه المواضيع ونسبر أغوارها فإن جهلنا بكثير من تفاصيلها أمر واضح جدا. ربما هي مهمة جدا أكثر مما يظن الكثير من الناس، ربما البعض ليس مدركا لكثير من تفاصيلها وأهميتها، وليس مهما أن يدرك الناس أهمية هذا الأمر، ولكن نحن لدينا
رأينا ومتابعتنا للأمر. المثقفون تحديدا يظنون أنهم باستعمالهم اللغة أنهم يستطيعون أن يفهموا كل شيء ويعبروا عن كل شيء، ولكن للأسف الشديد هذا أمر غير دقيق بكثير من الأحوال. البعض يظن الأمر بسيطا جدا لأننا نستطيع أن نتكلم ونستطيع أن نتحاور ونتناقش ونتواصل، ولكن هذا هل يعني أننا مدركون ومتقنين اللغة بشكل دقيق؟ جميل، اسمح لي أن أقاطعكم أستاذ الكريم لأستفيد أيضا من حضورك معنا. أستاذ الكريم، أنت أستاذ في التاريخ، حصلت على درجة البروفيسورة في التاريخ، ولكن أنت مختص بالفلسفة، هذان التخصصان تحديدا، وأنت مربي أجيال وأنت صاحب رسالة أكاديمية خرجت الكثير من طلبة العلم، أسألك هذا السؤال تحديدا. اليوم يعزف الطلبة عن دراسة التاريخ ويعزف الطلبة عن دراسة الفلسفة، بكل أسف افتقارنا إلى التاريخ وافتقارنا إلى الفلسفة في حياتنا العامة أفقدنا الكثير من الجوانب الإيجابية، هل تتفق معي بذلك؟ نعم، أستطيع أن أعبر عن الأمر بالتالي. نعم، أنا مهتم بالفلسفة والتاريخ وفلسفة التاريخ تحديدا، ولكن هذا لم يكن أبدا تصادفا في حياتي. أنا أهتم أيضا بكثير من أنواع الفنون كما ذكرتم في بداية البرنامج. الآن التاريخ والفلسفة واكتشاف حقيقتهما هو جزء من الفن أيضا، وله علاقة وطيدة جدا ووثيقة جدا بالفن. بالتالي الشاعر يونس أمرا كان قد قال في بعض كتاباته شيئا قريبا من ما كتبته أنا، أن هناك كتاب للكون وكتاب هو القرآن الكريم، وبالتالي كتاب الكون أو الوجود أيضا يصدق كتاب الخالق القرآن الكريم. وبالتالي نعم، الفنان تحديدا أو صاحب الحس يستطيع أن يفهم الكون، القلب الإنساني أيضا يستطيع أن يفهم القرآن الكريم، وبالتالي الأمران متكاملان جدا. نحن نحاول فهم كثير من الأمور عبر متابعاتنا ومشاهدتنا للكون. التاريخ والفلسفة وهذه العلوم تعطي للإنسان وجهة نظر مختلفة عبر مشاهداته وملاحظاته في الكون. عند ذلك طبعا يكون هناك نظرة كلية أكثر وشمولية وجمالية في الآن ذاته تعكس هذه الحالة من الإبداع. حقيقة سعيد جدا باستضافتكم حضرة البروفيسور يعني شاهين أوتشار صاحب هذه الجهود العلمية، ولكن الإنسان والعالم وصاحب الرسالة الأخلاقية والعلمية والبحثية في الآن ذاته، سعدنا جدا بصحبتكم معنا في استديوهات الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية لهذا المساء، نترككم معها بلا تعليق. بعد اللقاء تزفكم أشواقنا حتى نراكم إن أتى الميعاد. وصلنا إلى نهاية رحلتنا معكم أحبائنا الأكارم حيثما كنتم، لكم من تركيا كل المحبة، ولكم من فريق برنامج الألوان السبعة في أنقرة وإسطنبول كل الدعاء بموفور الصحة والعافية حيثما كنتم، أسأل الله أن يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.